السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الحلوة بكل خير. رجعنا الكبهد، والحلقة اللي طافت وصلنا للجزيرة العجيبة هذه اللي هي جزيرة الدي إل سي، من بعد ما أخذنا رسالة من الأخ الموجود هنا، من صديقتنا تشالس اللي استدعتنا للجزيرة هذه. فأول ما قابلناها عرفتنا على الخباز مالح اللي قال لنا ان علشان نرجع تشالس للحياة لازم ان نهزم مجموعة من الوحوش ونجمع منهم بعض من الانجريدينت او المقادير السحرية اللي راح تساعده في انه يصنع الطبخة او الفطيرة العجيبة تبعتها. فهذا هي القصة باختصار. خلونا ناخذ بريك بسيط يا جماعة الخير من تجميع المقادير ونتوجه الى السلم الموجود هنا، لان في بطولة راح نحضرها برعاية ملك الشطرنج. خلونا نتكلم معاه يا شباب، راح يقول لنا ان في بطولة وراح نواجه فيها اعضاء الشطرنج. نبتدي في البداية مع جنود الشطرنج. فما ادري ايش تسمون القطع هذول، اتوقع ان الاغلبية يسمونهم الجنود. طبعا المميز او الشيء الغريب في الفايتات هذه او في البطولة هذه ان ما راح نقدر نستخدم ولا سلاح، حرفيا اللي راح نقدر نستخدمه اللي هو الباري فقط يا شباب. فهذا الشيء راح يكون مختلف تماما. كذا نكون خلصنا من المواجهة الاولى ضد الجنود، يعتبر الوضع كويس، وراح ناخذ قرشين، ولو تلاحظون ما انحسب لنا اي سكور. المواجهة الثانية ضد طلعوا كيف، طلعوا فوق الشغلة الموجودة بالاعلى، واضح من الحجر ان راح تكون المواجهة ضد قطعة الحصان الفارس الحنطور يا شباب. خلونا نشوف. ما اتوقع ان قطعة الشطرنج قطعة الحصان احد يلخبط في اسمها او يكون في اختلاف، لأن القطع شكلها حصان. ممتاز، جميل، تك تك، يلا أيها الفارس، جميل جدا يا شباب، زي الحلاوة. لا والله مو زي الحلاوة، ولكن يلا جي جي. يلا ممتاز جدا، كذا خلصنا من الفايت الثاني، وضعنا زي الحلاوة في بطولة الشطرنج. أعطانا ثنتين أو اثنين من الدريهمات، فخلونا نشوف الفايت الثالث راح يكون مع، شوفوا القطعة هذه حنا نسميها قطعة الفيل، إيش تسمونها أنتو؟ طيب الفايت راح يكون رهيب صراحة، في مجموعة من الشموع مجرد ما نخطي عليهم ونطفيهم راح نقدر ان نسوي باري للاخ اللطيف. فخلونا نشوف الشكل ذا، جميل جدا يا شباب. اوكي باقي شمعة واحدة، خد دي كمان. اوكي باقي هذه وايضا، يلا جميل جدا، خد دي. يلا المفروض زي الحلاوة. يا ساتر الحين كل الشموع ولعت يا جماعة. فكذا نكون خلصنا من المواجهة الثالثة ضد قطعة الفيل. ممتاز جدا يا شباب، تلقون الملك مبسوط، جميل جدا، أعطانا درهماتنا وراح يسمح لنا أن نتوجه إلى المباراة التالية ضد قطعة القلعة. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم، طلعوا كيف يفكر بحبيبته المقصلة يا شباب. خلونا نشوف إيش راح نقدر نسوي. عندنا الرؤوس الموجودة هذه راح نسوي عليهم باري، ممتاز، لازم نسوي باري بالشكل الصحيح، خصوصا أن الوضع أوف سكرين ما هو لطيف جدا، انت ما تشوف، ولكن بحاول. ممتاز، جميل، يلا لطيف جدا، المفروض ما بقى الا شيء بسيط. كذا نكون
خلصنا منه. ممتاز يا جماعة الخير، هذا الفايت الرابع وخلصنا منه في بطولة ملك الشطرنج، وخذنا أدريهماتنا. نروح للفايت اللي بعده ضد الملكة يا شباب. الظاهر انه يسمون القطعة هذه برضو في الشطرنج بقطعة الوزير. ممتاز، فيبغالنا نشوف الحركة تبعتها. ممتاز، يا ساتر يا الله، حلها وحلالها يا شباب، جالسة تهاجمنا بحلها وحلالها. خلونا نشوف، يا إلهي، واو، هدي اللعب يا سعادة الملكة. ممتاز، المفروض باقي لها الفتفوتة الأخيرة كذا نكون خلصنا منها. فجيجي شيء جميل يا شباب، فكذا نكون خلصنا من البطولة تبعت الشطرنج. شكرا يا ملك الشطرنج، لو تجي راح نرنك بعد. صار عندنا 12 من الدرهمات يا شباب. المهم خلونا الحين نبتدي يا شباب، خلونا نقول بسم الله ونبتدي مع أول بوس. أول مرحلة نلعبها بالطيارة في الدي ال سي يا شباب، تخيلوا كوبوي وبقرة رهيب الوضع صراحة. طيب اوكي، لاحظتوا ان تشالس الطلقات مرة مختلفة عن كابهد وماجمان، وحتى السوبرات طلعوا كيف نظام المغناطيس. بس صراحة اجواء الكوبوي هذه جميلة جدا. خلونا ننتبه يا شباب. ممتاز، الفيز الثاني، فيز تفريم الدريهمات. طيب ممتاز، خزينة النقود، خزينة النقود يا شباب. احس انه وقته، انه اي وقته، ليش لا، يلا نعطيها السوبر. اوكي جميل جدا، شفت الدرهمات من جديد. الفيز الثالث، النقانق يا شباب تحولت الى الهدوق الحين. يبغالي اني احاسب، احتاجها. جميل جدا، استخدم السوبر عليها، ما اتوقع نجاتها صراحة، كان المكان جدا سيء ولكن جالس احاول. ممتاز ممتاز، الفيز الاخير، فيز النقانق المعلبة. طيب اوكي اوكي اوكي، لازم اني احاسب مرة، ماني عارف ليش الشغلة هذه دائما يسوونها في النقانق، ما ادري ليش يحطونها على او داخل نفس الخيوط بالشكل هذا. وسبايسي بعد، يعني كانهم يقولوا لي يا ابو السعادة ما تاكل. فكذا نكون خلصنا منها يا شباب. ممتاز، زي الحلاوة. يلا عزمكم على نقانق يا شباب وحلال بعد. طيب ممتاز جدا، كون خلصنا واخذنا اللايم او الليمون الاخضر الصحرائي او الصحراوي. خلونا نكمل الحين يا شباب، بما ان عندنا فلوس ويلكم ويلكم. والله شوف، بما ان عندنا فلوس خلوني اشتري السلاح هذا، وبشتري هذا بعد القلب لاني احبكم يا شباب. بس خلاص كفايه كفايه، لازم الواحد يكون عنده شويه درهمات. طيب ممتاز، الى المواجهه التاليه يا شباب. خلونا نشوف، ما راح يمنع اني استخدم السلاح الجديد، إيه ليش لا؟ يلا يا شباب،
يلا ما يمنع المواجهة التالية. شايب الثلج، يلا يا شباب طلعوا كيف مبسوط وعايش حياته ومروق على الآخر. يا ساتر طلعوا يضربني بالحوت. لو أنت أرشق من الحوت شو بتسوي يا جل؟ شو بتسوي لو أنك أنت أرشق من الحوت؟ طبعا السلاح الجديد أو هذا السلاح يعتبر كويس من ناحية إيم، ولكن يا شباب ما يعتبر سلاح قوي يعني كدمج. الدمج يعتبر تبعه ضعيف. كذا نكون خلصنا من الفيز الأول ودخلنا بالفيز الثاني يا جماعة. أوكي جميل، ثلاجة وثلج، خلونا نشارك أجل. ها حليب الموز جميل يا إلهي. يلا زين مرة زين، الثلاجة شكلها مبسوط على حليب الموز، بطنه عورة من حليب الموز يا شباب. وصلنا للفيز الثالث، خلونا نشوف ايش اللي راح يصير. ممتاز مرة ممتاز يا إلهي، استخدم لنا نفس الضربة من جديد. ممتاز جميل، يلا يا شباب حليب الموز. طيب مرة ممتاز، كذا نكون خلصنا منه فجي جيز زي الحلاوة. ما صدق باريين، لا 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 الكلام هذا ما ينفع ما ينفع ابدا. عموما احنا اخذنا الثلج او مكعبات الثلج الخاصة، مكعبات السكر الخاصة. ممتاز خلوني اشوفكم الحين. ما ادري كيف فاتني الباري يا جماعة، لكن على اي حال على اي حال يا جماعة نكون الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو، فان شاء الله انكم استمتعتوا وانبسطتوا. راح نشوفكم باذن الله على خير قريب. استودعتكم الله وفي امان الله.